كل الإجراءات اللي بتتم فيها اعتراضكم بسبب إيه؟ والله طبعا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. سيدة النبي صلى الله عليه وسلم على لسان سيدة عائشة قالت: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإحنا بنشوف أن الموالد ديت يعني جت في عصر الدولة العبيدية الفاطمية. قبل الدولة العبيدية الفاطمية ما كانش في حاجة اسمها موالد في مصر، ولكن طبعا يعني نبذة بسيطة عن الدولة العبيدية الفاطمية، طبعا دي يعني هم شيعة. تمام، بس نبعد شوية عن أنا بتكلم ما هو لما دخل التشيع مصر ودخلت الدولة العبيدية ابتدوا يعملوا الموالد دي كلها عشان يجمعوا الناس عليها. فدي نقطة بسيطة، ولكن الأصل في المسألة إن مفيش أصلا حاجة اسمها موالد في الإسلام. مفيش حاجة اسمها إن يبقى مسجد فيه ضريح ويزار كل مثل عام. ده لذلك احنا دايما لما بنيجي نتكلم بنقول إن دايما الأدلة الشرعية هي الحكم في المسألة. يعني مثلا لما اجي اتكلم في مسألة شرعية اتكلم من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الإجماع. فلم يرد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او حتى الصحابة او حتى التابعين في مثل هذه الموالد، وهي موالد يعني مستحدثة زي ما قلنا في الدولة العبيدية، وابتدت بقى تاخد الشكل اللي احنا شايفينه ده والمناظر اللي احنا شفناها واللي حضرتك عرضتها. طيب اسمح لي اتوجه للدكتور محمود، اهلا بك مرة تانية. أهلا شايف ازاي كلام الاستاذ وليد واللي يعني